لوسالتية البحيرية والبير الاخضر كامله. المطالب نتاعنا يشوفوا لنا حل جذري. يزي يا خويا بتهبط لي مقرونه وتهبط لي كذا مش حل راه. الحل لازم تعملوا لنا حل جذري في بوسالم، يتصرفوا كيما عملوا في صفاقس حلول، كيما عملوا في مناطق منكوبه حلول الاخرين، نجموا يعملوا حل في بوسالم. كل حاجه لها الذكر يا خويا، انا تعطيني حل باش نعمله نجم نعمل حل، انا في اختصاصي كي تعطيني باش نعمل انا بروف تامات، تجي تقول لي حل ريزودر سيت ايكواسيون نعملها ريزوليسيون، اعطي الاهل الذكر خلي يعملوا ريزوليسيون يا خويا، خل تجي يا خو برا لهنا وشوفوا حل لاهل بوسالم، الى متى باش نبقوا هكا اخويا باه هبط مقرونه، هبط اللي تحب اوكي. برافو يعطيك الصحة وجات الحكومة وعاونتنا وكذا. اي ومن بعد العام الجاي باش نعاودوا هي نفس الحكاية باش نعاودوا. يلزم حلول جذرية في البلاد يا خويا. انا تجي انت باش تحب تدعم البلاد ماك تحب تهز الاقتصاد باش تعمل مشاريع وتعمل. شكون مازال باش يجيها ابو سالم يعمل فيها مشاريع بالفيضانات هذه؟ شكون باش يجي يعملها؟ شكون باش يجي يعمل انفستيسمون في البلاد كيف هذه فيها فيضانات كيما هكا؟ احنا علاش؟ كي تجي واحد تقول له ايجا اوم دافير ايجا اعمل معايا او كان معمل مقرونه اعمل لنا معمل مقرونه هنا عندنا قمح وعندنا كذا، ايجا اعمل معمل طماطم هو عدة نجم تعملوا طماطم، علاش الطماطم نتاعنا يهزوا فيه المجاز؟ علاش القمح نتاعنا يهزوا فيه يعملوا فيه فرينه ومقرونه في بلايص اخرين اعملوا لهنا؟ اي اوم دافير تكلموا توا يجي باش يحب يعمل بروجي هنا ما يعملكش، لان شايف الوضع. انا شايف الوضع قدونا البلاد يا خويا، فما طريق وفما كذا ساعة اولى اولى. البارح انا عبيد نشوفها في الاخبار، حبيت اول ما نحل التلفزة في الاخبار الثمانية حبيت نشوف الوضع في بوسالم شنية. فما شكون مات في بوسالم ما تعديش وما حكيتش عليه العباد، ماشي تعدي لي في القمة في سوريا شنعمل نعمل بها انا القمة ذيك وتحسن في علاقاتك، وكي تجيب لي فلوس انت من برا اش تعمل بها في الوضع كيف هكا؟ باش تستثمر بفلوس ماك جايب فلوس من برا باش تستثمرها؟ وين باش تستثمرها؟ باش تصبها في الماء؟ باش تصبها في الفيضانات؟ مش معقول هذا.